هيك احسن للبشره. شو لازم البس بهيك ايفنت؟ لازم رأيك. لازم شوف دكتور. أهم نصيحة أقدمها لك سيدتي إنه بما أننا في بلد حر، يعني دائما تعتبر حرارة فيه كتير عالية، فبنصح كل سيدة إنها تستعمل واقي الشمس، مش بس الصبح يعني تستعمله صباحا وخلاص، لا لازم كل ساعتين تجدديه عشان تحافظي على بشرتك. مثلا دخلتي الصبح دوام وعندك طلوع ساعة 3 أو 4، يفضل إنك تستخدمي بس بربع ساعة قبل ما تطلعي من الدوام. هذه يعني أهم نصيحة لكي تحافظي على بشرتك من التصبغات، من تجاعيد الخفيفة، من كمان جفاف البشرة، لأن الواقي الشمس بيحميها كتير 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 من التأثيرات الخارجية. هيك أحسن للبشرة. شو لازم ألبس بهيك إيفنت؟ لازم رأيك. لازم شوف دكتور.